سبحان الله. فابتغوا عنده الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومع ذلك يبتغون الرزق عند غير الله سبحانه وتعالى، يطلبون من غير الله عز وجل. الله عز هو الرزاق ذو القوة المتين، فلماذا يدعى غيره؟ وهل هذا له وجود؟ والله اليوم أنا أسمع مقطع واحد رافضي يقول تذهب إلى الإمام الحسين وتقول ارزقني، تسأله الولد، تسأله الشفاء، هكذا يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. تروح لقبر المعصوم تقول له يا حسين شفني، يا حسين ارزقني، يا حسين اقضي حاجتي، يا حسين وفقني. مباشرة تتوجه للحسين تقول له سويها إلي. ما تروح تقول اللهم أني أسألك بحق الحسين، لا، ولا تقول للحسين يا أبا عبد الله ادعو الله لي بأن، لا، تقول له يا حسين شفني، يا حسين ارزقني، يا حسين أفض علي المواهب. خطاب مباشر إلى الحسين، هذه الصورة الصحيحة. يولا مع أن الحسين وغير الحسين رضي الله عنه ميت، هو بحاجة إلى دعاء الأحياء، ليس لا أن يدعى من دون الله تبارك وتعالى. فكما سيأتي الآن أن الله عز وجل أمر نبيه أن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهو حي. لما كان في حياته وهو النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول للناس لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام وميت؟ لاحظ، النبي عليه الصلاة والسلام أكمل البشر، وفي حياته يأمره الله أمرا أن يقول لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف يدعى واحد دون النبي عليه الصلاة والسلام وميت؟ انتبهتم؟ تأملوا الضلال المبين في هؤلاء، يدعون من لا يستجيب لهم، يدعون من لا يسمع دعاءهم. إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا لا أحد أضل منه، حتى قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس وكان لهم أعداء، هذا المدعو من دون الله يعاديك يوم القيامة إذا دعوت من دون الله. طيب.